وأشاد المشاركون بالملتقى الإعلامي العربي في دورته 19 باختيار دولة فلسطين ضيف شرف وبجودة الموضوعات المطروحة للنقاش وتبادل الخبرات بين صناع الإعلام. الزميل أحمد العنزي أجرى هذه اللقاءات. شرف كبير أنه تكون دولة فلسطين هي ضيف الشرف للملتقى الإعلامي العربي بدورته 19. هذا الملتقى الذي يعقد سنويا ويضم عدد كبير من نجوم الإعلام العرب، وطبعا كل الشكر والتقدير لدولة الكويت على استضافة هذا الملتقى وعلى استضافة دولة فلسطين كضيف شرف. الحقيقة اختيار فلسطين في هذا التوقيت بالتحديد شيء مهم جدا، في الوقت اللي بتعرض فيه الشعب الفلسطيني إلى مذبحة في غزة وفي الضفة والقدس وفي كل مكان، أن يأتي هذا الموقف من الكويت هذه رسالة مهمة للشعب الفلسطيني بأنه الكويت تحتضن القضية الفلسطينية وبأنها ستبقى واقفة إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. احنا الإعلام علم يتجدد كل يوم، ولقائنا في هذه الملتقيات ساهم في أن نتعرف على الجديد ونتعرف على شو التقنيات الجديدة في عملنا الميداني أو حتى كقيادات إعلامية. استعدنا اليوم برؤية قيادات من مختلف دول العربية، وهذا دليل على مدى أهمية هذا الملتقى ومدى أهمية التواجد فيه. مشاركتي هذه السنة للمرة الثالثة مع الصديق الأخ مايسترو هذا المنتدى ماضي الخميس الإعلامي، شاركت في البدايات في جلسة عن المرأة في واجهة الإعلام، غدا جلستي ستكون عن الإعلام التقليدي أو من الإعلام التقليدي إلى السوشيال ميديا. وطبعا هناك الكثير من الأسئلة حول ما يسمى بالإعلام الجديد، الإعلام الموازي، الإعلام التواصل الاجتماعي أو الإعلام الذي سرق أو سحب البساط من تحت عروش الإعلام التقليدي. أنا عندي رأي غدا سأدلي به. كما تعودنا الملتقى الإعلامي العربي هو يضم نخبة وكوكبة من الإعلاميين والمثقفين والمختصين في جميع مجالاتهم، ولأن انطلق شعار الملتقى الإعلامي العربي في دورته 19 ذكاء المستقبل، لذلك سلطوا الضوء على هذا الموضوع لما له أهمية على الفرد والمجتمع، ولأن احنا عارفين الآن مع التكنولوجيا والتطور أصبح وذكاء الاصطناعي أيضا، فأصبح هذا الموضوع بالغ الأهمية بالنسبة إلى الجيل القادم وأيضا بالنسبة إلى هذا الجيل في أنه يكون واعي أكثر اتجاه هذه الأمور. سعيدة جدا بتاني مشاركة ليا في الملتقى الإعلامي العربي في دورته 19، والحقيقة أنه جهد كبير قوي السنة دي وشغل عالي جدا من أستاذ ماضي الخميس قدر أنه ينقل الملتقى يعني في حتة تانية تماما. شفنا مجموعة ونخبة كبيرة جدا من الصحفيين والإعلاميين وكبار الكتاب، كل الشخصيات المرموقة المحترمة المثقفة كانت حريصة أنها تكون موجودة، وده دايما شرف لينا أن احنا نكون بنتبادل الخبرات ويكون في أكتر من جلسة متنوعة في أكتر من مجال. أنا سعيدة جدا 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 لوجودي في الملتقى العربي، أكيد الإعلام العربي وضيف الشرف دولة فلسطين الحبيبة، هذا لوحده يكفي أنه احنا نكون موجودين وشعرين بالفخر. دولة الكويت ما بتقصر دائما وأبدا، وهي يعني المبادرة في كل ما هو عربي وأصيل. في البداية سعادتنا ما تنوصف ونحن موجودين في كويت الحبيبة، أكيد في ملتقى إعلامي عربي يضم كوكبة ونخبة من الإعلاميين من كل الدول العربية، أكيد سعادتنا ما تنوصف. حلو هذا التعارف والتقارب بين الإعلاميين واللي وفرتنا أكيد دولة الكويت الحبيبة. وجودنا هنا أثرانا أكيد من خلال الجلسات المنوعة، الجلسات الحوارية الثرية الغنية بالمضمون الراقي، أكيد من خلال جلسات منوعة وضيوف مميزين ومشاركين، أكيد كل له ذوقه وكل له رأي الخاص.